أهلا بكم في هذا الإصدار الخاص من الصحافة العالمية اليوم السبت 6 يوليو. نستعرض فيه أهم عناوين صحف العالم عن الأوضاع في مصر. القدس العربي، مصر، الإخوان يشنون حرب ميادين لاستعادة السلطة، هاجموا المتظاهرين في التحرير وسيدي جابر، والجيش ينشر قواته الصاعقة قرب التلفزيون، المرشد ظهر فجأة في رابعة ودعا لاعتصام مفتوح واعتبر أن الانقلاب العسكري باطل. الشرق الأوسط، صراع على التحرير بين الإخوان ومعارضيهم، مرشد الإخوان مستعد للتفاهم مع الجيش إذا أعيد مرسي، مدير جديد للمخابرات العامة ومشاورات الحكومة اليوم. النيويورك تايمز، صخب في القاهرة، مؤيدو مرسي يقاتلون من أجل عودته. الإيكونومست، مأساة مصر. الواشنطن بوست، تطورات انقلاب، مؤيدو مرسي يقاتلون من أجل عودته. الاحتجاجات كانت عنصر المعادلة الذي دفع الجيش للتدخل ضد مرسي. الجارديان، مصر تجهز لرد فعل عنيف حيث يرفض أنصار مرسي النظام الجديد. موقع جريدة الحياة اللندنية، مصر، المرشد يطلق شرارة المواجهة مع الجيش. ونختم بمنشد جريدة الأخبار اللبنانية، تمرد الإخوان، نحن أو الفوضى. شكرا لمتابعتكم.